يعني منذ بداية البطولة ومنتخبنا منتخب شبابنا حققوا 7 انتصارات دون تلقي أي خسارة، تصدر مجموعته الثانية بالعلامة الكاملة ب10 نقاط بتفوقه على أستراليا ونيجيريا والسويد وكوريا الجنوبية وفرنسا على الترتيب. إلى أي مدى شباب اليد قادرين على أن هم يستمروا؟ إحنا لسه عندنا إن شاء الله المباراة بكرة، أن هم يستمروا في تحقيق الفوز ومواصلة الإنجازات وأن هم يحققوا لنا لقب غالي يعني في هذه البطولة. والله ان شاء الله اتمنى ان هم ان شاء الله يتماسكوا ويقدموا مباراه كويسه بكره. بس يعني التاريخ المصري دايما بيقول احنا لما بنبقى حاطين واصلين لعنق زجاجه، والعنق الزجاجه بالنسبه لنا كان الوصول للفاينل، العنق ده يعني المباراه دي بتعمل لنا احباط جامد، فبيبقى في صعوبه ان احنا ننجز في مباراة بكرة يعني. بس أعتقد إن شاء الله إن الجهاز الفني ليه دور كبير إن هو يجهز اللعيبة دي لمباراة بكرة، وإن شاء الله يفرحونا ونبارك لهم بالبرونزية إن شاء الله يعني. إن شاء الله. تابعت النقاد تعاملوا إزاي مع البطولة مع الشباب، تقييمهم ليهم؟ والله تابعت على خفيف ما بين يعني، لأن طبعا عايز أقول لحضرتك هو يعني النقاد ما اتكلموش إلا بعد بطولة أفريقيا ما خلصت، وابتدى يتقال ان في فرقه بتلعب في كاس العالم يعني، بس اشادوا بيهم ان هم ادوا اداء رائع. طبعا اتكلموا عليهم، بس انا نفسي كره اليد تاخد حقها اكتر ولو من كده. ببرنامج اسبوعي يتكلم عن الدوري، يتكلم عن المنتخبات، ولو فقره بسيطه كل اسبوع نتكلم فيها عن اعدادات المنتخبات والانديه ووصلوا لفين لكره اليد. ولكن بامانه الفريق ده ما حدش يقدر يتكلم عليه وحش، واللي يتكلم عليه وحش يبقى ظلمه، سواء نقاد او لعيبه كره يد قديمه، مدربين. فريق محترم بيلعب بروح عاليه جدا، بيحب بلده وبيحب وطنه وبيحب لعبته، ادى اداء عالي جدا 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 وفرحنا كلنا. وكنا كان في مشاعر كاس العالم 93، والله كلنا يعني كجيل 93 كنا بنتكلم مع بعض ان عندنا مشاعر حلوه، وشايفين ان الجيل ده قريب جدا يعني. حتى لما بنتكلم مع بعض يقول لك الولد الباك رايت ده شبه محمود حسين، شبه الباك ليفت ده عامل زي احمد العطار، فكروكم البيفوت ده عامل زي جواد نبيل، الجونين عاملين زي حماده النقيب وحماده الروبي يعني. لعيبه جميله ولعيبه محترمه. طبعا في فرق بين الاجيال وبعضيها، وهم محترمين جدا وليهم كل التقدير والاحترام مننا، ونتمنى ان احنا نشوفهم احسن مننا كمان ان شاء الله كمان في الدرجه الاولى يعني. توقفت امام ايه في ادائهم امام السويد وفرنسا وهما طبعا من اقوى فرق العالم؟ كنت متخايف شويه من مباراه السويد، لكن يعني انا بالنسبه لي المباراه التاريخيه هي مباراه السويد يعني. ان هم كسبوا السويد دي اللي كان الاداء فيها مبهر يعني، 10 اهداف يعني 32 22 دي حاجه كويسه جدا 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 يعني. شباب بسبب رجال يعني، هم فعلا رجاله وبيأدوا اداء قوي جدا. وزي ما قلت لحضرتك التشكيل والشكل العام بتاع الفرقه ما بيتغيرش يعني. الفرقه هي من اول مباراه لاخر مباراه بتلعب بنفس الروح وبنفس القوه وبنفس الاداء. وكمان في ميزه ان الكابتن طارق محروس كان بيدي ثقه دايما للاعبين يعني. في مدرب يخلي اللعيب يفقد الثقه، ما تشوطش لما اقول لك ما تعملش ده يقعد يزعق، المدرب يخرج عن المود يتوتر فيوتر اللعيبه. لكن كابتن طارق كان مدرب حكيم ومحترم وقدر يعني يسيطر على اللعيبه بقدر المستطاع في البطوله دي.